حكينا الاوبريتر دائما انا اذا في عندي اقواس او اري اوف اليمنت دائما بقراهم من الليفت تو رايت، يعني دائما هيك الاولويه لهم اقواس بعدين اري. اذا كان في عندي اقواس او اري وتشابه عندك قوس قوس، بتحل دائما اول قوس بعدين تروح على الثاني تبدا فيهم. عندك بلس ماينس بلس بلس ماينس ماينس، عمالك تقرا من رايت تو ليفت. اذا كان عندك اللي هي الانكريمنت تقراهم من رايت تو ليفت، بتحل اول شيء الانكريمنت بعدين بتروح اذا في بلس او ماينس. عندك الضرب او القسمه او الموديولز اللي هي المود باقي القسمه، بتقراهم من ليفت تو رايت. هيك عندك بلس ماينس موديول، بتحلهم من بلس تو ماينس. تمام تمام. انا ممكن اجيب لك اكسبريشن واحكي لك حل لي اياه واجيني طريقه الحل. بعد نفس الاكزامبل اللي حطيناه على الكومبايلر، عم نحكي له x1 equal minus b زائد square ال p ضرب b minus 4 ضرب a ضرب c على 2 ضرب a، ومعطينا الفاليو تبعت a و b و c. لان احنا بنحتاج حكينا الفاليو تبعت b تبعت a تبعت c. فاول شيء شو راح اللي هي بتصير عمليه التعويض، يعني ممكن يجيب لك هاي هيك الاكزامبل ويحكي لك ارجيني طريقه الحل للحل الاكسبريشن هذا كيف السي بيحله. هاي الطريقه هاي تبعت كيف السي كومبايلر بحل هذا الاكسبريشن. تمام تمام. فعنا اول شيء حنعوض تعوض زي ما هم بتعوضهم. بعدين حكينا بنروح الاولويه لمين؟ للي داخل الاقواس. فاروح انفذ انا اللي هم داخل الاقواس، رح اروح نعمل هدول الماينس 5 في ماينس 5، بطلع لك اياها اللي 25 ماينس 4 بتنزل ما هي ضرب 1 ضرب هدولكم بينزلوا. وبعدين رح انفذ مين؟ اللي هي ضرب هاي. طلعت نتيجتها، بعد ما طلعت النتيجه هلا وين بروح بصفي؟ عمالي بجمع اللي جوا القوس هدول، فالخمسه زائد حكينا هلا صار عندك قوس هون وقوس هون، بتقراهم من وين؟ من left to right، تبلش فيهم من هون. هلا طلع سكوير الواحد اللي هو واحد، جزء التربيع للواحد واحد، بعدين بيجمع لك 5 زائد 1 6. هلا اخر شيء طلع 6، بعدين راح يروح يعمل لك اللي هو جوا القوس هاد بيطلع 2، بعدين القسم بتصير 30. تمام. فدائما عندك اقواس هيك ابدا بالقوس هاد من left to right. شكرا. هذول حكينا عنهم اللي هي اذا كان عندنا اللي هي الانكريمنت، حكينا اذا كان في عندنا انكريمنت انا وين بنفذ؟ من الرايت تو ليفت. تمام تم. دائما الاولويه بالسي بتبدا من الليفت تو رايت. هلا في حالات بتغير فيها الاولويه لما يكون في عندك انكريمنت، تقرا من رايت تو ليفت. فهلا a ماينس، هلا بتروح تعمل بلس بلس 4 اللي هي كم بلس بلس 4؟ يعني 4 زائد 1 حتصير عندك 5. بعدين بتعوض A اللي 5 ماينس 5 تطلع عندك 0. تمام؟ حلو. هلا بدي ارجيك الكويشن اللي هو منزلهم. يعني تقريبا هلا لما عملنا كومبايننج نحن عرفنا، فهو هيك ما انه منزل هيك هو اكيد حيجيب لك بالامتحان على الطريقة هاي. يعني رح يجيب لك تريسنج، جزء تريسنج بالامتحان عندكم. فهلا هعمل انكلود سيدو اتش وعامل انتجر مين void، حكينا void يعني ما في ريتيرن هون، ما في ريتيرن زيرو. تمام، لهيك في void هون. حلو. عرف انتجر نمبر 1 ونمبر 2 وعمل سكان اب وقرا انتجر معناته قرا النمبر 1 ونمبر 2 وعماله بخزنهم وين؟ بالادرس تبع النمبر 1. تمام؟ تمام. يعني الفاليو اللي جايه من هون بيروح بخزنها بالادرس تبعها. هلا حكيت برنت اب ذا سم از اللي هو انتجر اللي هو نمبر 1 زائد نمبر 2، واعطيته اللي هو البلس اوبريتر.
احكي لك اعمله ران وراح يطلع معك الاوتبوت واعملي ديسبلاي للاوتبوت. فلو اخذنا هذا الكومبا الران نفسه نشوف شو راح يطلع لنا. ونعمل ران طلع لك الصم، طلع لك الرقم هو كامل لا الصم. هلا هو ما قرأ منه فبدنا نحاول. هلا أنا بدي أحاول أدخل له ثلاثة وأربعة وأعمل ران. طلع لك الصم السبع تمام؟ فهيك قرأ أول رقم والرقم الثاني طلع لك رقم. هلا لما لاحظنا ما دخلت إنبوت أنا طلع لي رقم كبير صح؟ إيه. هلا هذا الرقم شو نتيجة شو؟ هو راح الأدرس تبع نمبر 1 فيه رقم الأدرس، نمبر 2 فيه أدرس معين، حكينا حسب كيف هو مخزن بالميموري، فهو راح جمع لك الأدرس تبعهم تمام؟ تمام. فهاي أول ران ممكن يحكي لك شو الأوتبوت تبع هذا البروجرام، ممكن يحكي لك أنا دخلت 4 و 5 لنمبر 1 ونمبر 2 شو الأوتبوت، فبيكون الأوتبوت عندك اللي هي نتيجة البرنت أب اللي هي هاي، فعم بيجمع الـ 4 زائد 5 فالنتيجة عندنا بتكون 9. هلا هون عم بحكي هو المين فانكشن حكينا عنه، المين اهم شيء بالكود عندي لانه هو اي شيء بدي اياه اتنفذ بحطه وين؟ جوا المين. هون حاكي لك انا بدي هاو كود ذا بروجرام فروم كويشن 1 بي موديفايد تو بيرفورم سبتراكشن، فهو بده يحول البروجرام، ممكن يعطيك بروجرام ويحكي لك غير لي هذا البروجرام حتى يعمل لي سبتراكشن مش ملتيبليكيشن، كيف شو بغير انا على الكود هذا؟ هو بده طرح ما بده جمع، فنحن شو رح نغير؟ رح نغير الجمع اللي نمبر 1 ونمبر 2 بالضبط، حنعملها شو؟ سبتراكشن بس، يعني حنغير الاوبريتر. ايه فيعني اسئلته اظن بتيجي هيك وبالتالي رح تكون مش هالصعوبة، يعني هو ممكن يجيبها بالطريقة هاي طلع لي الاوتبوت او شو الاوتبوت، ولو بدك تغير على هذا بنعملها هلا ماينس وندخل له انا نمبر 1 نفرض عم بدخل له 7 عم بدخل له نمبر 2 4 نعمل ران فالمفروض يطلع لي 7 ماينس 4 يطلع لي كم؟ 3. هيك انا كتبت كود بيعمل سبتراكشن ل 2 نمبر، ممكن يجيب لك اياها انه اكتب لي كود بياخذ بيقرا 2 نمبر وبيطرحهم، فحكينا بدي اياه يقرا شو بدخل لحتى يقرا هذا الكود بعمل سكان اب. انا بعرف اول شيء 2 فاريبل لحتى بعدين بعمل سكان اب وبقرا نمبر 1 وبقرا نمبر 2 بعدين بحكي له برنت اب الفاليو اللي فيهم تمام؟ تمام. والكومنت هون بحكي لك اللي هي دائما حكينا، نحن حكينا عنها انه دائما يفضل نستخدم اللي هي سلاش ستار ما نستخدم اللي هي دبل سلاش. ليش حكينا هاي؟ دائما بالسي بلس بلس بالجافا بدعموها، بتزبط بالسي بس بتغلب لانه هاي على لاين واحد، اذا بدنا كمان لاين بدنا نحتاج نعمل كمان باك سلاش. هلا نشوف هذا الكويستشن، عم بحكي لك هذا عندنا كود عامل انكلود للسيريز اتش عامل انتجر مين وفويد وفاتح اقواس للمين، حاكي برنت اب يطبع هالو وورد، حاكي لك انه البروجرام از ميسنج انه فيه ايرور بالهاد ايرور فروم ذا كومبايلر، فهلا بدنا نعرف شو هو الايرور. هلا رح يجيب لك اياه بطريقه هاي انه يجيب لك هذا الكود ويحكي لك اذا كومبايلر دونت ران ذيس بروجرام او ذا وي هاف ان ايرور مسج فروم ذا كومبايلر، شو الخطا بهذا الكود؟ طب تتوقع شو الخطا بالكود هذا؟ السيمي كولون بالضبط. السيمي كولون وين؟ في الفويد. هلا نشوفه تمام.
هلا هاد شو الايرور؟ اسم يكون عند ال بعد الفويد حقك هون بعد القوس. لا ما بيزبط. هلا نحن بنفتح دائما نفتح هيك نفتح المين وبننزل هيك. يعني هذا بعد المين لما تعمل انتجر مين تفتح لها قوس، ما في هون سيمي كولون. الفويد هاي للارجمنت تبع المين ما بتاثر عليه. هاي بس لحتى ما اكتب ريتيرن. طيب اجى عند الهلو بالضبط اللي هي وين هون. تمام اللي هي بعد البرنت اب هون. هاي عملت رن انا بروجرام شو حيعطيني؟ ايوه عم بحكي لك ايرور اكتبت السيمي كولون بيفور اللي هي اللاين 6. فهاي لاين 6 مع قبل لاين 6 لازم ينتهي السيمي كولون، معناته هون لازم تكون سيمي كولون. لو عملت رن هلا تبع لك اياها. وهو يا بيجيب لك اياها تريسنج يا بيجيب لك انه نحن وعملنا. هلا هون تعمل له انا كوبي هات هي نفسها. هلا شو الايرور هون او شو الناقص بالكود عندي؟ هلا هون هو حق سيمي كولون بس في ناقص. شو هو؟ زاد معي. الو الو زاد سامعني؟ الو ايه الحين سامعك. اوكي تمام. هلا هاب كود ثاني وبحكي لك فيه ايرور. شو توقع الايرور فيه؟ الفايد اللي مسكر القوس. بالضبط هون لازم فتح قوس المفروض يسكر لي القوس هذا لانه هيك حيعطيني ايرور. فهو راح بما انه حاطط الاسئله هاي حجيب لكم ممكن كود اكبر من هيك مش بس 6 لاين حيكون اكبر شوي ويحكي لك فيه ايرور. فالايرور دائما انت دائما تطلع الايرور وين بتروح بتدور على السيمي كولون بتدور فتح قوس لمين ممكن ما يسكر هيك. فهاد ايرور كمان ممكن. هلا لو ما فتح هيك عمل المين عملنا ران انا بعمل ران نفس الشيء عمل ران بدون اي ريتيرن زيرو ممكن يكون خطا باللايبرري هاي. فدائما تطلع الكود تقراه خطوه خطوه نفس ما كنا نعمل كود من الزيرو نفس الشيء لما تيجي تتبع كود انك تشوف شو الايرور فيه. حلو. هلا هاد هاي كمان حلوه لحتى يشيك لك انه عارف الفانكشن اللي عمالك تستخدمهم ولا لا. فلو نفرض هيك كان عندنا حكى لك هيك شو الايرور بهذا الكود؟ الاف برنت اف بالضبط. فهاي هي رح تعطيك ايرور لانه اصلا البرنت مش معرفه بالسي. هاي رح يعطيك ان هي undefined difference. فلما احكي له انا برنت اب عملت له ران هيعرف يطبع لك الهدف. تمام فهو لحتى ممكن يجيب لكم الاخطاء يا اما سيمي كولون يا اما بالساينتاكس يا اما انه فانكشن كاتبه خطا. فهاد كلها نسميها اللي هي فكره الساينتاكس ايرور. الساينتاكس ايرور شو هو؟ هو اي شيء خطا بالساينتاكس تبع الكود. يعني نسيت سيمي كولون نسيت قوس نسيت برنت هون كذا بدل برنت اف هذول كلهم مسميين سينتاكس ايرور. تمام تمام. فلو حكى لك شو السينتاكس ايرور بتحكي له هو caused by a mistake with the source code. فانا نسيت شغله نسيت اي فورجيت مثلا سيمي كولون فورجيت البارنتايز ممكن برنت اف كتبته برنت بدل برنت اف هذول كلهم مسميين سينتاكس ايرور. طبعا السينتاكس ايرور الحلو فيه انه الكود ما بيشغل عندي. يعني هذا لما عملت له على طول اعطاني ايرور وما شغل ما عمل لي ران. فالسينتاكس ايرور بتقدر تطلعه لانه بيعطيك الكومبايلر هنت انه هو ما شغل لانه في سينتاكس ايرور في شيء ميسنج بالموضوع.